أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنخصصها هذا المساء للحديث عن تطورات الوضع العسكري على الحدود اليمنية السعودية على ضوء التهدئة والتفاهمات الجديدة بين السعودية وميليشيا الحوثي وعلاقة هذه التهدئة بجهود استئناف المباحثات بين الحكومة وسلطة الميليشيا. اختارت الميليشيا إنهاء حربها في الحدود اليمنية السعودية للتفرغ لحرب أخرى تجري على مساحة واسعة في الداخل اليمني. في الحدود وعلى مدى عام كامل بقيت الميليشيا تتحدث عن انتصارات كبيرة تتمثل بالسيطرة على مساحات واسعة بينها مدن على الجانب السعودي وعدد كبير من القتلى والأسرى، وفي الأخير ظهرت حصيلة الحرب كما هي على حقيقتها، لا شيء سوى أسير وحيد وحقول ألغام بدأت تفككها بنفسها، وكل ذلك لتفادي خطر التلاشي المحتوم للجماعة في حال اختارت المضي في الحرب حتى النهاية، فيما يبدو أنه بحث عن مخرج بعيد عن حليفها الرئيس المخلوع. تبحث ميليشيا الحوثي مع الجانب السعودي عن تهدئة على الحدود تكون مدخلاً لصفقة شاملة تنهي الحرب وتبقي على الجماعة ضمن ترتيبات المستقبل. هذا ما يمكن فهمه من حديث رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثي صالح الصماد، وهو يشير إلى أن جماعته ستذهب نحو ما أسماها تفاهمات مع الجانب السعودي، والذي يمكن فهمه على أنه إعلان انفصال من الحوثيين عن حليفهم الذي تؤكد المؤشرات أنه صار بلا مستقبل. يأتي هذا التسارع المحاط بستار كثيف من التكتم في حين تستمر جهود المبعوث الأممي لعقد جولة أخرى من المباحثات بين الحكومة والإنقلابيين، والتي من المتوقع أن تعقد في أواخر الشهر الجاري في إحدى الدول العربية، وربما تكون التفاهمات التي تم التوصل إليها في الحدود مدخلا جديدا يمكن البناء عليه في الجولة الجديدة من مباحثات للوصول إلى تسوية سياسية، ربما تكون هذه هي رغبة المبعوث الأممي أيضا. التهدئة على الحدود وعلاقة ذلك بمساري التسوية والحرب والعلاقة بين جناحي الانقلاب مواضيع سيتم نقاشها في حلقتنا هذا المساء، لكن مشاهدينا بعد أن نشاهد هذا التقرير. ما الذي يجري على الحدود اليمنية السعودية لا أحد يعرف على وجه الدقة، لكن ما تسرب حتى الآن يكفي للقول بأن الوضع هناك ليس كما كان طوال الأشهر الماضية. تقارير إخبارية ذكرت أن لجانا خاصة لتثبيت وقف إطلاق النار على الحدود بدأت عملها بعد أيام من المفاوضات بين السعودية وميليشيا الحوثي. في اليومين الماضيين بدأت لجان مشتركة من حرس الحدود السعودي وميليشيا الحوثي ووفد من القبائل اليمنية بانتزاع مئات الألغام المزروعة على الحدود، بعد أن قدمت الجماعة عرضاً بوقف العمليات العسكرية هناك وتأمين الحدود السعودية. قيادي حوثي كشف عما وصفه بالتفاهمات المبدئية مع الجانب السعودي والتي قد تفضي إلى إيقاف الحرب بين الطرفين في أول تعليق رسمي للجماعة على المفاوضات التي أثمرت تهدئة على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية منذ أسبوع. وذكر رئيس المجلس السياسي لميليشيا الحوثي صالح الصماد أن التهدئة في الحدود تأتي في إطار وضع أرضية للقاءات لوقف الحرب، فيما لم يخلو حديثه من هجوم ضمني على حليفهم الرئيس المخلوع الذي اتهمه وفريقه بتزييف الحقائق في محاولة منهم لتهيئة أنفسهم لصفقة كما قال، وهو ما يشير إلى توجه ميليشيا الحوثي للانفصال عن شريكهم في الانقلاب وشروعه في بحث مستقبل الجماعة بشكل منفرد بعد أن تيقنت أنها بلا مستقبل في ظل إصرارها على الحرب، وأن صفقة إنهاء الحرب يجب أن لا تكون من نصيب صالح وفريقه. الميليشيا التي تقدم التنازلات على الحدود لمن تسميه عدوانا لا تزال تخوض حربها على اليمنيين في الداخل، وعندما تنزع الألغام من هناك فإنها تعيد زراعتها بين أقدام اليمنيين، وكل ذلك ليس سوى محاولات للبحث عن مخرج ينقذها وحدها من مصير سيء أوردت اليمنيين فيه بحربها العبثية على مدى عام كامل. إذن مشاهدينا نجدد الترحيب بكم ونذهب لمناقشة مستجدات التهدئة على الحدود اليمنية والسعودية وحديث ميليشيا الحوثي عن تفاهمات مع الجانب السعودي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة. سيكون معنا في حلقة هذا المساء نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المنطقة العسكرية الخامسة الرائد بندر المهدي، وأيضا سينضم إلينا سكرتير برئاسة الجمهورية سيد مختار
الصحفي مختار الرحبي، على أن ينضم إلينا الخبير العسكري من الرياض العميد حسن الشهري، وأيضا ستنضم إلينا الكاتبة والباحثة السياسية السيدة ميساء شجاع الدين. سنبدأ مشاهدينا مع النائب الرئيس الدائرة الإعلامية في المنطقة العسكرية الخامسة الرائد بندر المهدي. مساء الخير سيد بندر. أهلا وسهلا، مساء النور سيد بندر. تتحدث الأنباء عن تسليم ميليشيا الحوثي الجانب اليمني من منفذ حرض الطوال لقوات من الجيش الوطني، وأن هذا يأتي في إطار تفاهمات للتهدئة على الحدود، ما صحة هذه الأخبار؟ شكرا جزيلا. بداية مساء الخير عليك وعلى الأخوة الضيوف وعلى السادة المشاهدين. مساء النور. ونشكر قناتكم أيضا المتميزة، ونستهل حديثنا بإذنكم يعني أن نهنئ أبناء الشعب اليمني العظيم على الانتصارات التي يحققها أبناء الجيش الوطني ورجال المقاومة في كل الجبهات، ونخص تعز الحالمة تعز المقاومة. نعم. نهنئ أنفسنا، نهنئ الجيش اليمني، نهنئ كل أبناء الوطن. أما حول ما تم ذكره، فحقيقة أن التاريخ الحواري إن صح التعبير مع الإنقلابيين والحوثيين خاصة أفقد ثقة من يحاورهم، فكل حواراتهم دائما تنتهي إلى الفشل ولا تعبر إلا عن مراوغة لا أقل ولا أكثر. نعم، لكن سيد بندر، يعني هناك أنباء تتحدث أن هناك تسليم للمنطقة الحدودية في حرض والطوال لقوات الجيش الوطني من قبل الميليشيا، أيضا هناك معلومات تشير إلى أن الميليشيا بدأت بنزع الألغام التي قد كانت زرعتها، يعني ما صحة هذه الأنباء؟ يعني ما الذي يدور في الحدود؟ يعني نستغرب عن موضوع تسليم وما تسليم. هذا المنفذ الذي يتحدثون عنه وهذا الشريط الحدودي الذي يتحدثون عنه هو في الأساس تحت سيطرة الجيش الوطني، وأنا أتحدث من ذلك المكان. نعم. ماذا يجري في الحدود ما بين هذه الميليشيا والجانب السعودي؟ يعني هناك أخبار يؤكدها الجانب السعودي وأيضا تؤكدها الميليشيا أن هناك تفاهمات بين الجانبين، ما الذي يدور في الحدود؟ حقيقة الميليشيا تتحدث كثير عن أشياء يعني بسيطة للغاية إن صح أنها وجدت. هناك آلاف الألغام، هناك عشرات الآلاف من الألغام، إذا كان يعني بعض الكيلوهات من يعني في الشريط الحدودي في الأراضي اليمنية التي نحن مسيطرين، أخرجنا من يعني ما يقارب 5 كيلو متر مربع أكثر من 1004 لغم، فلا أدري يعني ما هو الحديث عن نزع لغم أو نزع لغمين أو غيره. نعم، ولكن فيما يتعلق بالمواجهات، يعني هل ما زالت هناك مواجهات على المناطق الحدودية على الشريط الحدودي ما بين اليمن والمملكة؟ فيما يتعلق في المنطقة المسيطر عليها الجيش الوطني في جبهة ميدي وحرب، هناك مواجهات وهناك استعداد كامل، والكل هنا ينتظر ساعة الصفر لدحر إنقلابيين من بقية المناطق. وأؤكد حول موضوع المنطقة العسكرية الخامسة أن الاستراتيجي من إيجاد هذه الجبهة قد تحقق، وهو قطع الإمداد في منطقة ميدي بعد السلاح الذي كان يأتي من البحر، وبالتالي الهدف الاستراتيجي من وجود هذه الجبهة متحقق ولا زال، وهناك خطوات قادمة حاسمة ينتظرها أبناء الضباط والصف والجنود لتنفيذها. نعم، ولكن ينتظرون تنفيذها. نعم. نعم سيد بندر، يعني بحسب معلوماتك هل هناك أي مواجهات في ما بين الجانب السعودي وجماعة الحوثي في الحدود بغير منطقة حرض التي تتواجد فيها أنت؟ يعني هل هناك لديكم معلومات أن المواجهات ما زالت قائمة أم بالفعل هناك تفاهمات وتوقف للمواجهات؟ المواجهات متقطعة، ويعني كما كانت في الأيام الماضية هي تماما هذه الأيام مواجهات متقطعة. الميليشيات متهالكة أساسا في هذا الشريط. الميليشيات ليس لديها إلا بعض المجاميع المحصنة بآلاف الألغام. الألغام الموجودة في الحدودي صنعتها الميليشيات حتى تحصن نفسها من زحف الجيش الوطني. نعم، إذا الرائد بندر مهدي النائب رئيس الدائرة الإعلامية في المنطقة العسكرية الخامسة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا سينضم إلينا الآن من الرياض الخبير العسكري العميد حسن الشهري. مرحبا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا سيادة العميد. التهدئة القائمة على الحدود الآن ماذا تعني بالضبط؟ كيف يمكن تسميتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للاستضافة. أهلا بك. تعطيني بس فقط دقيقتين للتعليق على الموضوع لأنه جوهري. لكن في البداية نعزي أشقائنا في دولة الإمارات على شهيدي الواجب الطيارين الذين اختلطت دماءهم الزكية مع دماء أشقائهم الشرفاء من الشعب اليمني والمقاومة والجيش الوطني على أرض اليمن الطاهر. نعم. وأبارك أيضا لأهل تعز، كل مقاومة ومقاومة في تعز والجيش الوطني هناك والمجالس العسكرية، كلكم تشبهون ذلك الجبل الكبير صبر. نعم. ندرك جميعا يا أخي في المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الشقيقة كشعبين وكقيادتين أنه ليس بيننا وبين بعض عداوة. المملكة العربية السعودية استجابت لنداء رئيس اليمن الشرعي. نعم. الذي يمثل اليمن، وبذلت المملكة الغالي النفيس من أجل أن تعود الشرعية ويبقى اليمن آمنا مستقرا حرا غير مستعبد من عفاش ومرتزقته مطية الولي السفير في طهران على أساس. نعم. ماذا سيادة العميد؟ تفضل أكمل سيادة العميد. المملكة العربية السعودية لم تعتدي يوم الأيام على اليمن ولا على حدود الشمالية وهو معقل الانقلابيين مطايا إيران. نعم. إنما الاعتداءات كانت منهم، الاعتداء هو من الحوثيين وميليشياتهم. نعم. وجيشنا كان يدافع ببطولة وشرف، قتلت الآلاف من هذه الميليشيات. وأيضا ما أضيف في أوقات معينة من الحرس الجمهوري وما يعتد به كقوى النخبة كما يقولون، لكن إيران علمت أنه لا قبل لهم بذلك، أوزعت وأبلغت مطيتها في صعدة بطلب التهدئة عن طريق بعض الوجهاء لرفع المعاناة عن ما تبقى من قبائلهم ليعيشوا بعد أن استولى الحوثة على كل مقدراتهم. مع الأسف من كان يدعي أنه استولى على مناطق جنوب المملكة ويستعد لدخول مكة والمدينة أتى صاغرا ذليلا عاريا. هذا الأمر ليكون الأمر واضح للجميع ومن خلال قناتكم المسموعة والتي لها دور بارز. نعم. هذا الأمر لا علاقة له بعمل التحالف. المملكة العربية السعودية تقود هذا التحالف وهي جزء منه، واليمن الشقيق جزء من هذا التحالف، وهدفها إعادة الشرعية والأمن والاستقرار، وما بدأ عشية 26 مارس لن ينتهي إلا بتحقيق كل أهدافه. المراقب يدرك وأنتم أكيد لكم بالقناة ومن المتابعين من يدرك أنه خلال بعد كل تهدئة أو هدنة يخرج من رحمها عمل إيجابي كبير. الهدنة الأولى تعرفون ونعرف جميعا أنها عادت عدن، الهدنة الثانية عادت العند وكانت قاسمة الظهر للإنقلابيين والعملاء. نعم. خروجهم من ثلثي اليمن تقريبا. الهدنة الثالثة عادت مأرب والجوف وتهامة حجة وباب المندب وكل جزر اليمن وأرخبيل والشامل في البحر الأحمر بالإضافة إلى باب المندب. مع هذه التهدئة البسيطة تتوجت الأعمال بعودة تعز التي كان يراهن عليها عفاش والحوثي. نعم. ولكن سيادة العميد، يعني هذه التهدئة القائمة على الحدود ما بين اليمن والسعودية، يعني ما حقيقة هذه؟ هل هي ممهدة لهدنة، يعني قد تكون هدنة شاملة إذا ما أوفت هذه الميليشيا بتعهداتها؟ كان بيان أو إعلان وزير الخارجية اليمني والذي تكرر في أكثر من مكان أنه الحكومة اليمنية تسعى للعمل السياسي وأن العمل السياسي هو العمل المناسب وليست القوات المسلحة واستخدامها إلا أداة للوصول إلى العمل السياسي. نعم. الحوثيين ميليشيا ولن تمد المملكة العربية السعودية لا للحوثي ولا لعفاش ومرتزقته في يدها مهما كان. هؤلاء المجموعتين هم من دمروا اليمن، هم من باعوا اليمن أرضا وعرضا وشرفا وتاريخا وجغرافيا لأعداء الأمة. الولي السفيه في إيران لا يمكن القبول مثل ذلك. هناك من يستخدم بعض هذه الأجندة ليعطيها أكبر من حجمها. الحكومة اليمنية معنية مع الأمم المتحدة ومع التحالف بتطبيق قرارات الأمم المتحدة
تطبيق مبادرة الدول الخليجية مخرجات الحوار الوطني، رضي من رضي وأبى من أبى، ليس أمام المخلوع عفاش ومرتزقته وليس أمام الإنقلابيين حدث مطايا إيران في اليمن إلا القبول بهذه الثلاث الأشياء الرئيسية. والعدوان في اليمن، من قام بالعدوان فأمامه العدل، يقاضى في المحاكم، والحكومة اليمنية هي من تتولى ذلك. نعم سيادة العميد حسن الشهري، تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن السكرتير في رئاسة السكرتير الصحفي في رئاسة الجمهورية السيد مختار الرحبي. مساء الخير سيد مختار. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد مختار. أهلا بك سيد مختار، أين الحكومة اليمنية من موضوع التهدئة على الحدود؟ وهل هذه التفاهمات تأتي في سياق التحضير قد نقول لتسوية شاملة؟ أولا دعني أوضح أنه التهدئة التي حصلت في المناطق الحدودية هي جاءت بعد أن طلب مجموعة من مشايخ هذه المناطق، جاءوا إلى المملكة العربية السعودية وقاموا بدور يعني طلب التهدئة في هذه المناطق بمقابل أنه تلتزم الميليشيات الحوثية بأن يعني لا تقوم بأي أحداث في هذه المناطق ولا تقوم بإطلاق صواريخ وغيرها من الاعتداءات التي كانت على أراضي المملكة العربية السعودية. طبعا هذه التهدئة ليس لها دخل في التسوية السياسية أو دعنا نقول حتى بالمشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. نعم ولكن اسمح لي سيد مختار ولو قاطعتك، يعني هذه المشايخ أو مشايخ القبائل التي توجهت إلى السعودية وقامت بالتهدئة، هل هي محسوبة على جماعة الحوثي أم أنها مشايخ قبائل لا علاقة لها بما يدور؟ نعم أنا بحسب المعلومات الواردة أنهم مجموعة من المشايخ القبائل الذين يمتلكون يعني قرار في هذه المناطق وهم مشايخ كبار ولهم ثقلهم في هذه المناطق، بالتالي يعني استطاعوا أن يأتوا بالتزام من الميليشيات الانقلابية، قد يكون محسوبين أو ليسوا محسوبين على الميليشيات، لكن المحصلة النهائية أنهم أتوا بالتزام من الميليشيات أنهم سيلتزموا بوقف إطلاق النار وفي التهدئة الشاملة في المناطق الحدودية. نعم. وهذا ما تم مع أن هناك خروقات بسيطة في بعض المناطق، لكن دعني أوضح أنه مسألة التسوية السياسية أو المشاورة السياسية أنا أؤكد أنه لا دخل لموضوع التهدئة بالتسوية السياسية. التسوية السياسية مرتبطة بالقرار الدولي 2216 وأي مشاورات قادمة لا يمكن يعني الدخول بها أو المشاركة بها إلا بعد أن يتم الالتزام الكامل بتنفيذ القرار الدولي 2216 الصادر عن مجلس الأمن، وكذلك يعني إعلان مباشر من قبل الميليشيات. لكن دعني أكون أكثر صراحة أنه الميليشيات الانقلابية وعلي عبد الله صالح وصلوا إلى طريق مسدود، وكل طرف يريد أن يقدم الطرف الآخر كبش فداء لأنهم عرفوا أنهم وصلوا إلى المراحل النهائية وأنه يعني تحالفهم الذي بني على تحالفات باطلة وتحالفات لتدمير اليمن أرضا وشعبا وإنسانا ودولة وصلوا إلى مراحل نهائية، زاد يعني الخناق عليهم، بالتالي كل طرف الآن يبحث عن حلول ويبحث عن مخرج له من الورطة التي أوقعوا أنفسهم. نعم سيد مختار، بالأمس يقول رئيس المجلس السياسي لميليشيا الحوثي صالح الصماد أن التهدئة في الحدود تأتي في إطار وضع أرضية للقاءات لوقف الحرب، وفي الوقت ذاته هاجم حليفهم الرئيس المخلوع الذي اتهمه وفريقه بتزييف الحقائق في محاولة منهم لتهيئة أنفسهم لصفقة كما قال. ما الذي يقصد به الصماد بتلك التصريحات؟ نعم كما بينت لك أنه وأنا تحدثت بكل صراحة أنه كل طرف الآن يحاول الفرار بجلده، يحاول أن يدخل بتسوية أو يدخل بحوار منفرد عن الطرف الآخر، مع أنهم منذ بداية الأحداث منذ بداية الإنقلاب وهم يمثلون تيار واحد، علي عبد الله صالح والحوثيين هم تيار واحد، اتفقوا قبل الإنقلاب و سيطروا على مؤسسات الدولة واستغلوا المعسكرات ومؤسسات الدولة المالية والسياسية والعسكرية، استغلوها لصالحهم، بالتالي بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود، بعد أن وصلت المقاومة الشعبية إلى أطراف العاصمة صنعاء، هم يعرفوا أنه كلما تقدمت المقاومة كلما ضاق الخناق عليهم وكلما
يعني قلت الذهاب الى الحل السياسي وان الحل العسكري هو الحل الابرز. شاهدنا وقرانا وسمعنا مهاترات كثيره واتهامات متبادله بين علي عبد الله صالح او انصار علي عبد الله صالح وانصار عبد الملك الحوثي، وهي تاتي في هذا الاطار انه علي عبد الله صالح كان يحاول الخروج من اليمن ويبحث عن حل، ولكن الحوثيين استبقوا هذا الامر وهم من قدموا هذه التنازلات وعرضوا على الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه التهدئه للدخول بمشاورات. اما بالنسبه للمشاورات السياسيه والتسويه السياسيه هي مرتبطه بالقرار الدولي 2216 ولا يمكن الحياد عن هذا القرار وعن تنفيذه. نعم، إذن الصحفي في رئاسة الجمهورية السيد مختار الرحبي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا سنعود إلى ضيفنا الآخر من الرياض الخبير العسكري العميد حسن الشهري. سيادة العميد، لماذا قررت السعودية والحوثيين الانخراط في تلك المباحثات ولماذا لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الأمم المتحدة؟ أولا لأن المملكة العربية السعودية ليست في حالة عداء مع اليمن، المملكة العربية السعودية تقود تحالف لعهد الشرعية اليمن. نعم. ليس بيننا وبين اليمن مشكلة، نحن وجهين لعملة واحدة، الشعب اليمني والشعب السعودي هم شعب واحد، ولذلك الموضوع هذا جزئي، هم من اعتدى وهم من استسلم. العملية هذه هي استسلام، دعك من ما يثار من بعض الأقاويل، هي عملية استسلام. كانوا يهددون بالوصول إلى عمق المملكة وادعوا أنهم وصلوا إلى محافظات في العمق السعودي. والنتيجة كما ذكرت في المقدمة، رجل عسكري سعودي برتبة عريف تاه، ليس إلا تاه، لم يعسر ولكن اتجه إلى اتجاه الخطأ وعاد بكرامة وبشرف. القضية يا أخي عليكم كإعلاميين وكقنوات أن تردعوا هذه الدسائس وهذا الإعلام المضلل والكاذب من قبل مطايا الصفويين في لبنان والعراق وسوريا وبعض القنوات اليمنية المضللة مع عفاش ومع الحوثيين. كل ما يثار حول هذا الموضوع يجب أن يكون واضح. المملكة العربية السعودية هي من ضحت بالغالي والنفيس مع أشقائها إجابة لمتطلبات الرئيس اليمني اللي يمثل الشعب اليمني والمعترف فيه دوليا اللي عاش الحرية لليمن وسيعود اليمن آمنا مستقرا حرا غير مستعبد. كان يهدف الحوثيين إلى أن يكون الشعب اليمني مستعبد كما حاصل في العراق وفي سوريا وفي لبنان. هذا لن يحدث، والقضية قضية جزئية لا علاقة لها بالعمل في التحالف وإعادة مرحلة إعادة الأمل القائمة حاليا في اليمن. ونحن نلاحظ ما يحدث في عدن الآن، ما يحدث في 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 تعز. وكل يتحسس رقبته الآن، علي عبد الله صالح يتحسس رقبته ويبحث عن مخرج، وكما قال زميلي المتحدث باسم الحكومة، هم حدث بينهم طلاق بائن يبدو لي الآن، وكل يحاول يلقي بالتهمة على الآخر ويبحث عن مخرج. الحوثيين ليس في يديهم قرار، القرار يأتيهم عبر طهران، ولا يستطيعون أن يتخذوا أي إجراء إلا موافقة إيرانية، وإيران تدرك أنه لا قبل لها في الوقت الحالي. المملكة العربية السعودية بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قيادتها الحكيمة تتصدر المشهد. هي من علت بالأمة العربية في سماء الحرية والفضاء والكرامة والعزة، وهي من استعادت هيبة الأمة، وما حدث في حبر الباطن أشهر من أن يدلل عليه. نعم سيادة العميد، اسمح لي باستضافة الكاتبة السياسية سيدة ميساء شجاع الدين. مساء الخير سيدة ميساء. مساء النور سيدة ميساء، ما وجهة نظرك وما الذي يجري على الحدود اليمنية؟ ما سر التهدئة على الحدود؟ وإلى أي حد بإمكانها الصمود في ظل المتغيرات المستمرة الحاصلة؟ هي نتيجة عدة أمور. أتصور أن السعودية في ضغط كبير عليها دوليا، لأنه الأوضاع الأمنية مدهورة جدا في المحافظات الجنوبية، وما نجحتش في إقرار الأمن فيها الحكومة اللي هي المتحالفة معها، انتشار القاعدة وتمددها أيضا، وأخيرا أنه السعودية الآن من سنة يعني من بعد إخراج الحوثيين، طرد الحوثيين من عدن في شهر 7، حتى الآن لم يحصل أي تقدم عسكري يذكر، يعني إلا أشياء محدودة أو بسيطة حاليا، يمكن بس جبهة تعز حصل فيها انفراجة أخيرة.
لكن في فهذا بأقنع كثير الدول الغربيه. كان في ضغط انه يتم تغيير 22/16، قرار 22/16 كان في ضغط اممي كبير من الدول الاعضاء من مجلس الامن. نعم. على الامم المتحده التغيير بنود هذا القرار لرفع الغطاء الشرعي، رفع الشرعي عن التدخل العسكري السعودي. لكن اتصور انه تداركت السعوديه هذه المساله بانها وعدت بمفاوضات جاده مع الحوثيين. الحوثيين من جهتهم اتصور انه الحلقه بتضيق عليهم في عدم ثقه بينهم وبين حليفهم علي عبد الله صالح. نعم. ايضا عسكريا خسارتهم في تعز كانت كبيره، خسارتهم في معسكر نهم. نعم. نهم كانت كبيره برضه في صنعاء. فهم وضعهم ايضا في صعوبه يعني. نعم سيده ميساء، هل يعني هل يعني انخراط الحوثيين فيها بشكل منفرد ان التحالف القائم مع الرئيس المخلوع تم فضه من الجانب الحوثي؟ صعب ان احنا نقول تم فضه، وصعب ان احنا يعني نقول بشكل منفرد. يمكن يكون في تنسيق بينهم، يمكن يكون منفرد يعني، حتى الان ما نعرفش ايش طبيعة الكواليس اللي ما بينهم بين بعض. نعم. لكن لاحظ شيء انه علي عبد الله صالح في اجماع دولي اقليمي في استبعاده. نعم. من اي عمليه سياسيه مقبله. هو اكثر شيء ممكن ياخذها هي الحصانه. هذا اكثر ما يمكن اخذه من علي عبد الله صالح، وبالتالي لا يمتلك يعني ليس لديه مساحه شيء يتفاوض عليه. بينما الحوثي سيتم دمجه في العمليه السياسيه. كانت السعوديه تكلمت اكثر من مره ان الحوثي فصيل سياسي يمني لن يتم اقصاءه من العمليه السياسيه فيما بعد الحرب. نعم. فهذا هو اتصور يمكن. نعم. علي عبد الله صالح يكون فعلا معترض على هذه المفاوضات لانه عمليا في المفاوضات هو بيخسر، فاحتمال انه يفسدها يعني في تصعيد عسكري من جهته. نعم سيدة ميساء، تكرمي بالبقاء معنا. نعود إلى العميد حسن الشهري الخبير العسكري. سيادة العميد، يعني الميليشيا والمخلوع صالح يسعون منذ فترة لإقامة حوار سعودي مباشر معهم، يعني بعيدا عن الشرعية. هل ستكون السعودية ستقع في هذا إذا ما أسميناها الفخ الذي تبحث عنه لجعل المعركة قائمة ما بينها وبين المملكة، ولا وجود لطرف السلطة الشرعية في الأمر؟ أولا أود أن نقطة فقط، نقطة نظام مع الأخت ميساء من القاهرة. أؤكد لك يا أخت ميساء أن لا يوجد ضغط على المملكة العربية السعودية، ولن تقبل المملكة العربية السعودية ضغط من أي جهة. المملكة العربية السعودية اتخذت القرار بمفردها مع أشقائها، وهذا أمن وطني وهذه عقيدة، ولا يمكن مساومة مع أي طرف في العالم مهما كانت الظروف. هذه قضية وجود. نعم. هذا أولا. ثم إذا 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 كان مع الأسف بعض المراقبين أو المحللين يبدو أنه كان يتفاءل من قبل بداية الأزمة. ابن المخلوع وصل الرياض قبل بداية الأزمة وكان يود أن يدخل في إحداث معادلة في اليمن لسبب أو لآخر، ورفض من قبل المملكة العربية السعودية والصدام سمو الأمير محمد بن سلمان، والقضية كانت معروفة ومشهودة، ولذلك لا يمكن قبول مثل هذا الكلام. ثم لا يمكن يكون ضغط على المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية ليس لها قضية مع اليمن في الأمم المتحدة، على من أجل ذلك لن يكون هناك أي تدخل من الأمم المتحدة في هذا الجانب. نعم. ليس هناك حرب بين المملكة العربية السعودية واليمن. المملكة العربية السعودية تقود تحالف لإعادة الشرعية، يجب أن تكون الأمور في مكانها الصحيح. لا ننظر إلى ما يقال هنا هناك أجندة يقوم فيها إعلام مضاد ويدس الشبه والكذب والتضليل والدجل، ومع الأسف البعض يصدقه. مثل هذا الموضوع لا يمكن قبوله. وحتى وإن طالب علي عبد الله صالح في أكثر من خطاب أنه يود أن يكون كلامه ونقاشه وحواره مع المملكة السعودية، هذا لا يمكن قبوله. لم يقبل قبل بداية إعادة الشرعية اليمن، ليقبل الآن. اليمن الآن تتجه إلى المرحلة النهائية، عاد أكثر من 85% من الأراضي اليمنية، والأهم من ذلك أن الشعب اليمني رجالا ونساء شيبا وشبابا استعاد حريته في نفسه في داخله، وعرف أين الصواب وأين الخطأ. نعم. الآن القبائل والأحزمة الأمنية من القبائل حول صنعاء بدأت تدرك أنه ما كانت أو ما قامت فيه خلال العام المنصرم كان خطأ استراتيجي، والآن تتجه إلى تسليم صنعاء دون أن تدك كما دكت غيرها، والسبب هم الإنقلابيين والمرتزقة. نعم. هذا ما أود أقوله في هذا الموضوع. نعم. إذن الخبير العسكري والعميد حسين الشهري كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا نعود إلى ضيفنا الآخر الكاتبة والباحثة السياسية سيدة ميساء شجاع الدين. سيدة ميساء، بالرغم من التهدئة في جبهة الحدود ما زالت الميليشيا تخوض حروبها ضد اليمنيين، كيف يمكن فهم ما يحدث؟ أكيد هي ميليشيا الحوثي هي حالة حرب داخلية، يعني هي مسألة الحدود هذا مجرد يعني زي ما تقول إنها دعاية أمام يعني جمهورها إنها بتحارب على الحدود، لكنها لم تحدد شيء فعليا في الحدود، ومعظم قوتها هي داخل اليمن، هي موجهة لليمن، يعني في الأخير هي حالة حرب داخلية أصلا، يعني للسيطرة على اليمن بالقوة. لا، فبالتالي هذا شيء متوقع. هم قوتهم الحقيقية في أنهم قادرين يفرضوا سلطتهم سيطرتهم على اليمنيين، لكنهم غير قادرين على إنجاز تحقق التقدم عسكري حقيقي في الحدود يسمح لهم بالتفاوض بشكل أقوى. فبالتالي هي اللي بيعطيهم قوة تفاوضية هو قدرتهم على السيطرة على المناطق داخل اليمن. نعم. فهذا طبيعي، هذا شيء متوقع جدا، وفي النهاية الحوثيين هم بيتعاملوا مع المسألة أنها مجرد تدخل خارجي وعدوان سعودي، يعني هم متجاهلين أو يعني بيدعوا أنه لا يوجد هناك مشكلة داخلية أو أنه يوجد حرب أهلية أصلا كانت سابقة للتدخل السعودي، فهذا نعم. متفق مع خطابهم يعني. نعم سيدة ميساء، يعني يتساءل البعض أن هذه الميليشيا بالحرب التي افتعلتها افتعال اليوم تسعى لعملية للعودة إلى العملية السياسية، وأن تكون طرف متواجد يعني مناصف في أي تسوية قائمة، بمعنى أن الناس يتساءلون، هناك الآلاف من القتلى، هناك الآلاف من الجرحى، وفي حرب عبثية افتعلتها هذه الميليشيا، كيف سيكون شكل هذه التسوية إن تمت؟ تسوية هشة مثل كثير من التسويات اللي مرت فيها اليمن، واعتقد انها شديدة الهشاشة ايضا، يعني لن تكون حتى بنجاح تسوية اتفاقية الطائف في زمان، وان كان هذا النمو يعني تصور نموذجي بالنسبة للسعودية ودول الخليج. وهشاشة هذه التسوية نابعة من حقيقة انه القوى المحلية داخل اليمن لم تعتمد على نفسها كفاية، واعتمادها على الخارج كان اكبر من اعتمادها على قوتها الداخلية وعلى القوى الاجتماعية. نعم. فهذا جعل من التسوية مرهونة بالإقليم وبالدول الإقليم أكثر منه مرهونة بالوضع الداخلي داخل اليمن. نعم. وهذا بيقوي من وضع الحوثي، كل ما كانت المشكلة اليمنية أو القضية اليمنية متعلقة بالخارج كل ما كان الحوثي وضع أفضل. نعم. وكل ما كانت المشكلة اليمنية مرتبطة بالداخل كل ما كان وضع الحوثي أضعف. نعم، إذن وصلت الفكرة سيدة ميساء شجاع الدين، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي عبر الهاتف. كان معنا السيد بندر مهدي، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المنطقة العسكرية الخامسة، وأيضا الشكر موصول للمتحدث أو الصحفي في رئاسة الجمهورية السيد مختار الرحبي، أيضا كما انضم إلينا من الرياض ونشكره الخبير العسكري السعودي العميد حسن الشهري، وأيضا الشكر للسيدة ميساء شجاع الدين الكاتبة والباحثة السياسية التي انضمت إلينا من الرياض، والشكر أيضا للطاقم الفني وفي الإعداد أيضا الزميل كمال حيدرة، والشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة. إلى الملتقى، أترككم في رعاية الله وحفظه.